أهلا بكم في زوايا الحدث، نخصصها للحديث عن الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في السجون التي تديرها الإمارات باليمن في ضوء التقارير الدولية. قالت منظمة دولية إن التعذيب والابتزاز الجنسي أصبح سلوكا ممنهجا في السجون التي تشرف عليها الإمارات في اليمن. وذكر مجلس جنيف للحقوق والعدالة في بيان صحفي أن ما يحدث في السجون التي تشرف عليها دولة الإمارات في عدن وحضرموت تصل إلى مصافي جرائم الحرب. ولفت المجلس إلى أن أبوظبي تدير 3 سجون سرية في اليمن، محملا الإمارات المسؤولية عن صحة المعتقلين المضربين عن الطعام منذ نحو 15 يوما في سجن بير أحمد، كاشفا عن 18 حالة إغماء. في هذه الحلقة من زوايا الحدث نقف عند هذا الموضوع لنناقشه في محورين: إلى متى تستمر الانتهاكات داخل السجون التي تديرها الإمارات، وما الذي يمكن أن تقدمه المنظمات الدولية لإنقاذ المعتقلين داخل هذه السجون؟ أوجه شاحبة وأفواه مغلقة وأجساد نحيلة تبدو عليها علامة الإجهاد والتعب، هكذا بدت صور معتقلي سجن بير أحمد، السجن الإماراتي سيء الصيت الذي ارتكبت فيه سلسلة انتهاكات حسب تقارير دولية. المعتقلون أرسلوا بصورهم إلى الرأي العام وهم ينهون الأسبوع الثاني من إضرابهم عن الطعام. معتقلون لا يعرفون أسباب اعتقالهم ولا التهم الموجهة إليهم، وآخرون صدرت أوامر الإفراج عنهم من النيابة ولم تنفذ. أضربوا عن الطعام احتجاجا على ما يتعرضون له من ظلم وتعذيب خلف القضبان، واحتجاجا على مماطلة النيابة وعدم البت والنظر في قضاياهم. 20 حالة إغماء سقطت داخل السجن بسبب الإضراب عن الطعام لمدة 2 أسبوع. يحمل المعتقلون الجهات المختصة مسؤولية حياتهم ويتهمون النيابة الجزائية بقتلهم بالموت البطيء. أهاليهم عبر رابطة أمهات المختطفين والمخفين قسرا يواصلون الاحتجاج أيضا لإيصال أصواتهم وتحقيق مطالبهم في وقفة نفذت مؤخرا في عدن، دعت فيها الأمهات إلى الكشف عن مصير أبنائهن المعتقلين في سجون الإمارات السرية. الرابطة طالبت وزيري العدل والداخلية بالكشف عن أبنائهم المخفيين الذين تم اعتقالهم بدون أي تهم منسوبة إليهم وانتهكت حقوقهم داخل السجن. وناشدت الرابطة المبعوث الأممي بالنظر في قضية السجون بالمحافظات الجنوبية التي تم تغييبها عن مشاورات السويد. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع أم أسعد قريبة أحد المختطفين في عدن وأيضا الأستاذ توفيق الحميدي. أبدأ مع أم أسعد من عدن، مساء الخير أم أسعد. أهلا وسهلا. ما الذي يحدث في سجن بير أحمد بالضبط أم أسعد؟ هو إضراب مفتوح عن الطعام منذ قارب من 2 أسبوع. أولادنا لقوا إلى الإضراب عن الطعام لأنه كان آخر الحلول المتوفرة لديهم. عملوا وقفات، احتجاجات، مناشدات، ولكن لم يستجب أحد لنا ولم أحد يلتفت لمطالبهم، رغم أن مطالبهم مشروعة وعادلة، ولكن للأسف لم نجد ولا من مسؤول ولا من أي نظر من الحكومة الشرعية. نعم. فلجأوا أخيرا إلى الإضراب. نعم. كانت لكم ولا... نعم أم أسعد، كانت لكم العديد من الوقفات أمام بيت وزير الداخلية، يعني هل وجدتم أي استجابة من وزير الداخلية أو وعود في إطلاق المعتقلين؟ للأسف لم نجد أي تنفيذ لأي من الوعود. نحن ذهبنا لكل مكان، لرئيس مجلس القضاء الأعلى، للنائب العام، للنيابة، لا أحد يلتفت لنا. نساء عدن يتسولون على أبواب المسؤولين. نعم. لا أحد يلتفت لنا. من الذي مطالب أولادنا. نعم. من الذي يمتنع عن إطلاق المعتقلين رغم الأوامر الصريحة من النيابة العامة بإطلاق سراحهم؟ علي جميل وكيل النيابة الجزائية يتحمل هذه المسؤولية، لأنه هو من حقق مع الموجودين في بير أحمد، ولكن للأسف لا توجد لديهم أي أدلة في الملفات، لا هم قادرين يحولوهم لا إلى القضاء ولا قادر يفرد عنهم. نعم. المسؤولين على السجن يستمر في التمديد. نعم. أكملي. نعم أم أسعد،
إذن إلى أن يعود الاتصال من أم أسعد، سنشرك معنا في الحديث الأستاذ توفيق الحميدي المدير التنفيذي لمنظمة سام للحقوق والحريات. مساء الخير أستاذ توفيق. أستاذ توفيق الحميدي مساء الخير. إذن أيضا ربما إشكالية يعني في الاتصال. كما تعلمون مشاهدينا الكرام، خصصنا هذه الحلقة اليوم عن المعتقلين في سجن بئر أحمد الذين للأسف الشديد مطالبهم لم تلقى أي استجابة من المعنيين في هذه السجون والتي تشرف عليها الإمارات بصورة مباشرة، وتتمنى عن إطلاق سراحهم رغم أن هناك أوامر من النيابة العامة بإطلاق سراحهم لأنه لا توجد أي تهم ضدهم. المعتقلين في هذا السجن يعانون الكثير، وصلوا إلى طريق مسدود كما تقول رابطة أمهات المختطفين، وكما أيضا وصلت بعض الأخبار من هناك والصور التي تم نشرها مؤخرا وهم مضربون عن الطعام لمدة أسبوعين بعد أن فشلت كل الحلول أمام إطلاقهم، فلجأوا إلى الحل الأخير وهو الإضراب عن الطعام، ولكن للأسف حتى هذه الخطوة مر أسبوعان ولم يتم إطلاق سراحهم بسبب عدم وجود أي استجابة. إذن أعود إلى عدن مع أم أسعد أو مع الأستاذ توفيق الحميدي. أستاذ توفيق تسمعني الآن؟ نعم نعم. أستاذ توفيق، أنتم كمنظمات حقوقية ربما هذا الملف أصبح شائك، وخاصة سجن بئر أحمد أكثر من 3 سنوات والناس تشتكي والناس تستغيث، كثير من المسجونين ليس لديهم أي أدنى تهم ولكنهم اعتقلوا قسرا ورغم الأوامر التي من النيابة العامة لكن لم يطلق سراحهم. كمنظمات حقوقية أنتم معنيين في هذا الأمر، ما الذي قمتم به؟ أنا أعتقد أن المنظمات الحقوقية قامت بجهد كبير، وعلى الأقل التقارير الحقوقية هي تقوم بالدرجة الأولى على لفت أنظار العالم لحجم وسامة الانتهاكات التي ترتكب في أي منطقة من ضمنها سجن بئر أحمد. نحن في 11 إبريل عام 2017 18 عفوا أصدرنا تقريرا مفصلا احتوى على شهادات ووقائع وانتهاكات ارتكبت بحق المعتقلين داخل هذا السجن بما فيها انتهاكات التحرش الجنسي، وثم صدرت تقارير عدة. هذه التقارير أثمرت فيما بعد عن مجموعة من التقارير، وأشهرها تقرير لجنة الخبراء البارزين التابع للمفوضية العامة للمفوضية حقوق الإنسان بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان، والذي أدان بصورة واضحة مرتكبي مثل هذه الجرائم سواء دولة الإمارات العربية المتحدة أو حتى من يتبعون الحكومة الشرعية وهم مسؤولين عن مثل هذه الجرائم. أنا أعتقد أن هذا الملف اليوم أصبح عنوانا عريضا، واليوم فرصة التقارير التي تأتي من داخل السجون عن إضراب الطعام، عن تخييط أفواه المعتقلين، عن تقصير دور النيابة الجزائية، عن دور الحكومة الشرعية، هي فرصة للفت أو للضغط العالمي على هذه الحكومة، خاصة بعد اتفاق ستوكهولم هناك توجه عالمي أعتقد أنه واضح لمراقبة ووقف الانتهاكات في اليمن. لكن مشكلتنا الأساسية أن هذه الاتفاقية أو اتفاقية ستوكهولم اتفاقية عرقاء، بمعنى أنها تجاوزت أو لم تنص على حال المعتقلين في جنوب اليمن أو بالذات في الخاصة في السجون التي تشرف عليها الأدوات والقوات التي تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة. طيب أستاذ توفيق، اليوم كان مجلس جنيف للحقوق والعدالة أصدر تقرير يتهم فيه الإمارات بأنها ترتكب جرائم يعني تصل إلى مصاف جرائم الحرب، وأيضا قال بأنها تدير 3 سجون في اليمن في حضرموت وعدن. هذا التقرير الذي أصدر عن مجلس جنيف للحقوق والعدالة برأيك هل سيحرك يعني ضغطا ما ستمارس ضد الإمارات من أجل إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين في هذه السجون والتخفيف أيضا من الممارسات والانتهاكات التي تطالهم؟ لا، أنا أعتقد أن انتهاكات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأصبحت الإمارات العربية المتحدة عنوانا بارزا وواضحا للانتهاكات حقوق الإنسان. أنا أعتقد أن منظمات كبيرة جدا بما فيها
الأوسوس بريتس عفوا بما فيها الهيومن رايت بما فيها الانستي بوكالة عالمية بما فيها الأوسوس بريتس يا سان بيرت قد كلها تصب في هذا الاتجاه. واعتقد ان البيان الاخير الذي اطلعت عليه هو ياتي في هذا السياق، لم يضف جديدا. هو تحدث عن 3 سجون، الاماره تدير ما يقال ب 12 سجن بما فيها منازل لبعض المشهورين التي تحولت الى وكر للتعذيب. كان القيادي عادل حسني على قناه الجزيره ايضا وواحد المعتقلين السابقين واحد القياديين في المقاومه الجنوبيه ايضا تحدث بالتفصيل عن انتهاكات مريعه ترتكب بحق اليمنيين في هذه السجون. اليوم العالم نحن ننتظر تحرك جدي من المؤسسات الامميه، من مؤسسه المفوضيه الساميه لحقوق الانسان، من لجنه الخبراء البارزين، من مجلس الامن الذي يقوم بالتحقيق وبمراقبه الانتهاكات التي ترتكب في داخل اليمن من جميع هذه الاطراف. واعتقد ان هذه مثل هذه البيانات هي جيده لانها تلفت رب انظار العالم في فتره ربما يحدث فيه نوع من الغفله وتدفعه الى السطح من اجل ان يتحرك هذا العالم بصوره اقوى لوقت مثل هذه الانتهاكات. نعم، طيب ابقى معي استاذ توفيق، اعود الى عدن مع ام اسعد. ام اسعد، من خلال وقفاتكم الاحتجاجيه ومن خلال ايضا اضراب المعتقلين داخل سجن بئر احمد، برايك من هو المعني بالدرجه الاساسيه الذي يقف حجر عثره امام اي اوامر لاطلاقهم؟ الاضراب وكل ما يحصل لهؤلاء الشباب لعلي جميل وكيل النيابه العام النيابه الجزائيه، لانه هو الذي رافض ان يطلق سراحهم بعد ما اكتشف انه لا يوجد في ملفاتهم اي ادله. بدلا ان يفرق عنهم او يحولهم للقضاء، لا يستطيعوا اصلا ان يحولهم للقضاء لانه لا يوجد لديه اي دليل. نعم. يحولهم للقضاء لا يوجد الا اعترافات اخذت تحت التاديب في معسكرات الاخفاء اللي كانوا فيها. نعم. السجون السريه. اذا المشكله في وكيل النيابه ام اسعد، المشكلة كما تتحدثين في وكيل النيابة وليس في المشرفين الإماراتيين على هذه السجون. هو تابع لهم أصلاً. نعم. هو يتلقى تعليماته منهم. هم. نعم. اللي رافضين يخرجوا أولادنا فيعطوه تعليمات هو يلتزم فيها، ممنوع يخرجوا وهو يوقف معاهم. نعم. وما الذي يجبر وكيل النيابة على أن يتلقى الأوامر من الإماراتيين؟ هذا شيء ما نعلمه. لا نعلمه نحن، ولا كيف عضو وكيل نيابه الجزائيه توجد عنده ملفات، لا يوجد المحامين تبعنا شاف فتح الملفات وشافوا التحقيقات اللي حصلت، لا يوجد اي دليل واحد، لماذا يحتفظ فيهم؟ لماذا لا يطلق سراحهم؟ لماذا لا يعمل افراج؟ لماذا لا يشيلهم للقضاء؟ طيب شيلهم للقضاء، احنا موافقين انهم يشيلهم للقضاء، لماذا لا يشيلهم للقضاء؟ لانه لا يستطيع، لا يوجد معه اي دليل، فما معه الا ان يستمر في تمديد المده الزمنيه في عدابهم. نعم. ولماذا برايك ام اسعد، هل هو وكيل نيابه اليمن ام وكيل نيابه الاماراتيين؟ الظاهر انه وكيل نيابه الاماراتيين لانه لا يوجد واحد. نعم. او انه يقدر يطلق سراح هؤلاء، اتحدى اي واحد منهم يقدر يطلق سراح واحد من الموجودين الان في بئر احمد. نعم. ولا النيابه العامه الا اذا صدرت الاوامر من الامارات. نعم. كيف يمكن لوكيل نيابة يمني أن يرتضي أن تمارس الانتهاكات والتعذيب ضد أبناء جلدته تنفيذا لأوامر الإماراتيين الذين هم لا علاقة لهم باليمن؟ هذا وضعنا، هذا وضعنا الآن. الإماراتية اللي تحكم عدن، من يحكم عدن؟ نعم. الإماراتي الحاكم الفعلي الآن، الضابط الإماراتي هو الحاكم الفعلي، ولا أين الوزراء؟ أين الميثاري؟ أين جميع ورئيس مجلس القضاء على أين النائب العام؟ أين كلهم هؤلاء؟ هم يشاهدوا يوميا مناشدات الشباب وإضرابهم ومعاناتهم والآن تخيط أفواههم. هم يروا كل هذا وهم مشاهدين على هذا وهم شهود على هذا، لماذا لا يتحرك أي واحد منهم؟ نعم. هذا الدليل أنه لا يستطيعوا، لأنهم ليس الحكومة الفعليين لعدن. ولا حتى رئيس الوزراء المعين منهم من التحالف. نعم. نعم. كلمتك الأخيرة أم أسعد أو رسالتك سواء لوكيل النيابة الذي يعني هو يمتنع عن إطلاق سراحهم أو تحويلهم وأيضا للحكومة الشرعية وللإماراتيين، ما الذي يمكن أن تقولي لكل شخص منهم؟ نحن لا نوجه لوكيل النيابة لأنه لم يستمع لنا أبدا، لكن نحن نوجه دعوة للعالم بالمقابل المجانية باليمن
واللي ما يعانيه الانسان اليومي مطالبه، ونطالب المنظمات الحقوقيه بالعالم المهتمه بحقوق الانسان للتدخل السريع لانقاذ هؤلاء الضالحه الضعايا منتهكه حقوقهم على مرمى ومسمع من العالم كله. ونأكد مجددا اذا اننا سنلقى القضاء دولي الا من اجل انصاف بالقضاء المحلي، هذا حلنا الاخير. نعم، شكرا جزيلا لك أم أسعد، قريبة أحد المختطفين في سجن بير أحمد في عدن. شكرا جزيلا لك، وعودة إلى الأستاذ توفيق الحميدي المدير التنفيذي لمنظمة سام للحقوق والحريات. أستاذ توفيق، كما سمعت ربما يعني التمنع هو من قبل وكيل النيابة العامة اليمني الذي كما تقول أم أسعد بأنه ينفذ أوامر الإماراتيين. أخي، لا يوجد حقيقة مؤسسات قضائية مستقلة، هذه إشكالية كبرى. اليوم نحن في تقرير سام الأرض المنسية 2 تحدثنا عن حال القضاء اليمني سواء في صنعاء أو في الجنوب أو حتى في المحاكم الخاصة التي أنشئت في فترة من الفترات في محافظة تعز. اليوم نحن لا يمكن الحديث أو نتحدث عن مؤسسات قضائية مستقلة قادرة على اتخاذ قراراتها وتمتلك أدوات تنفيذية. اليوم هؤلاء سواء كان سلطة تنفيذية أو غيرها هم بالنهاية يتلقون أوامرهم، يسيرون في ركب أو داخل إطار سياسي معين. إذا كان هنالك إطار سياسي بالإفراج والانفراج سيتم الإفراج عنهم. هذا عضو النيابة غير عبارة عن ترس في هذه الآلة الظالمة اليوم التي تدوس على كل مخالفيها في الجنوب سواء كانوا سياسيين أو عسكريين أو معارضة إلى غير ذلك. وبالتالي الإشكالية الكبرى اليوم هي في الأدوات التنفيذية والسلوك الاستبدادي والقائم في المناطق المحررة من قبل الإمارات أو الأدوات التابعة لها حتى اليوم. نعم. وهذا السلوك موجود في عدن وموجود في حضرموت وموجود في مناطق متعددة. الإشكالية الكبرى اليوم أن هنالك إشكالية سياسية، هنالك تصادم بين الحكومة الشرعية ودولة الإمارات. دولة الإمارات اليوم تسيطر على الميدان وهي التي أصبحت تمارس سلوك ولائي للدولة، لأن إدارة السجون هي من الاختصاصات الولائية للدولة، لا يجوز لأي طرف سواء داخلي أو خارجي ممارسته. واليوم الإمارات تمارس مثل هذا الأمر فهو أشبه بسلوك احتلالي. نعم. طيب أستاذ توفيق، الكلمة الأخيرة التي يعني من خلالكم كحقوقيين تشددون عليها، أو ربما إذا ما تم العمل بها ربما يتم الإفراج عن هؤلاء في السجون الإماراتية في عدن وحضرموت. الأمر الذي اليوم نطالب فيه هي أن تتحرك الأدوات إنفاذ أو أدوات التحقيق الحقيقية، اللجنة الوطنية، وإن كنا أيضا نرى ان عدا يعني لا تمتلك الصلاحيات الكامله لكن تقوم بجهد مشكور. نحن ندعو ايضا لجان التحقيق الدوليه، نقول المجتمع الدولي اليوم هو الجهه الوحيده القادره على ان تضغط على دوله الامارات ودول التحالف العربي لحل هذه الاشكاليه، غير ذلك اعتقد بانه نوع من الهراء ومنع من العبث. اذا لم يكن هنالك توافق سياسي بين الحكومه الشرعيه ودوله الامارات العربيه المتحده او هنالك ضغط دولي واضح في لاجل حل حاله القضايا اليمنيه او الاشكاليه انتهاكات حقوق الانسان في اليمن، اعتقد ان الامور ستظل تتدحرج. اليوم لنا سنه ونص والتقارير تتحدث والانتهاكات مستمره والمفرج عنهم كل يوم يتحدثون عن وسائل الاعلام، لكن اذا دوله الامارات والحكومه الشرعيه والمملكه العربيه السعوديه كانهم لا يسمعون شيء وكان الامر لا يعنيهم وكان هذه الانتهاكات في المريخ وليست في اليمن. نعم. طيب أشكرك جزيل الشكر الأستاذ توفيق الحميدي المدير التنفيذي لمنظمة سام للحقوق والحريات، كنت معنا من فيينا. والشكر أيضا لأم أسعد كانت معنا من عدن. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل ماهر أبو المجد، كما هي لكم مني بشير الحارثي، حتى الملتقى في زوايا الحدث. السلام عليكم ورحمة الله.